السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طبعا في اليوم سنتناول في مقرر لغتي الخالدة للصف الثالث المتوسط في الوحدة الخامسة عنوان الوحدة سموم قاتلة. طبعا كما نعرف أن أي وحدة يعني أي وحدة لها عنوان، هذا العنوان تندرج تحته مجموعة من النصوص تتناول هذه القضية أو هذا العنوان، وهناك مكونات لغوية داخل الوحدة يعني تسمى الدروس اللغوية غير نصوص الوحدة، مثل الوظيفة النحوية ومثل الصنف اللغوي وأيضا الوظيفة الإملائية والرسم الكتابي، كذلك عندنا مكون التواصل اللغوي. اليوم سنتناول إن شاء الله الوظيفة النحوية كمكون من مكونات الدروس اللغوية في الوحدة الخامسة تحت عنوان العطف. طبعا العطف هو من ضمن دروس درسناها وسندرسها إن شاء الله مستقبلا التي تدخل تحت عنوان التوابع. التوابع تشمل العطف وتشمل البدل وتشمل الصفة وأيضا التوكيد. هذه الدروس الأربع إن شاء الله يعني في سنتناول البدل في دروس قادمة، كذلك التوكيد، أما الصفة فقد تناولناها في الوحدة السابقة. بالنسبة للعطف هو ارتباط بين كلمتين، يكون هذا الارتباط بأحد حروف العطف، وأشهر حروف العطف هي ثم والواو والفاء وأو ولا وحتى. هذه الحروف طبعا حروف العطف كثيرة جدا، وأشهر هذه الحروف هي التي ذكرناها ثم والواو والفاء وأو ولا وحتى. بالنسبة للا وحتى أيضا استخدامها قليل ويكون بشروط، أما ثم والواو والفاء وأو فهي أشهر حروف العطف. بالنسبة يعني سنأخذ أمثلة، وهذه الأمثلة يفضل أن نأخذها من عنوان الوحدة من سموم قاتلة من الدروس التي تناولناها. من الدروس التي تناولناها مرت علينا نصوص كثيرة في الوحدة، هذه النصوص يوجد بها أمثلة على العطف، سنأخذ من هذه الأمثلة إن شاء الله ونبين حرف العطف ونبين المعطوف والمعطوف عليه والحكم، حكم المعطوف عليه من حيث الإعراب ومن حيث الحكم، لأن المعطوف والمعطوف عليه يعني يشتركان في الحكم وفي الإعراب. سنأخذ مثال مثلا على ثم وعلى الواو وعلى الفاء وأو واللا وحتى. فمثلا في ثم، وسنحاول أن نأخذها بالترتيب أفضل، نأخذ مثلا حرف الواو كأشهر حروف العطف، فنقول مثلا دخل محمد ثم خالد، وهذا المثال يعني للتوضيح وليس من ضمن أمثلة سموم قاتلة. عندما ننظر إلى ثم هنا سنجد أن ثم عطفت خالد على محمد، وكلهم يعني وكلا الاسمين محمد وخالد يشتركان في الحكم وفي الإعراب، فمحمد دخل وكذلك خالد أيضا دخل مع محمد. نقول دخل محمد ثم خالد، الصف مثلا، فنقول هنا أن ثم هي حرف عطف عطفت خالد على محمد. ما الحكم هنا؟ خالد محمد إذا أردنا أن نعرب محمد نقول هو فاعل مرفوع
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن نتفق أن خالد اشترك مع محمد في الحكم، في حكم الدخول، فمحمد دخل وكذلك خالد أيضا في الإعراب. فإذا أردنا أن نعرب خالد نقول معطوف، اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نلاحظ أن كما قلنا اشترك في الحكم وكذلك في الإعراب، فمحمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكذلك خالد مرفوع. أحدهم يسأل يقول لماذا مرفوع؟ مرفوع لأنه معطوف على محمد، فمحمد يعني في تركيبة العطف نقول أن محمد معطوف عليه وثم حرف عطف، وخالد اسم معطوف. فعندنا في العطف لابد أن يكون هناك معطوف عليه، وعندنا أيضا كذلك حرف عطف، وعندنا اسم معطوف. الاسم المعطوف يتبع المعطوف عليه في الحكم وفي الإعراب، في الحكم وفي الإعراب. فالحكم نقصد به مثلا عندما نقول شرب محمد وخالد فخالد شرب، كذلك عندما نقول لم يذهب محمد أو خالد إلى السوق فخالد أيضا يشترك مع محمد في أنه لم يذهب، وهكذا. هذا المقصود بالحكم، يشترك في الحكم والإعراب. فالحكم هو ما يقع على المعطوف عليه يقع على اسم المعطوف، ويشترك في الإعراب. إذا كان المعطوف عليه مرفوع يرفع كذلك، وإذا كان الاسم المعطوف عليه منصوبا أيضا ينصب الاسم المعطوف، وإذا كان الاسم المعطوف عليه مجرور فإن الاسم المعطوف كذلك اسم مجرور. طيب، سنأخذ أشهر حروف العطف كما قلنا ونتعرف على معانيها. فمثلا لدينا الحرف العطف الواو، ولدينا كما قلنا الفاء، وأيضا ثم وأو، وكذلك حتى. فنلاحظ أن حروف العطف لها معاني. فعندما أقول دخل محمد ثم خالد، عفوا دخل محمد، أو لي يعني نضع مثالا آخر كي تتضح الصورة، أقول مثلا لعب الطالب وأخوه في الحديقة. نلاحظ أن الاسم المعطوف عليه هو الطالب، وحرف العطف هو الواو، والمعطوف الاسم المعطوف هو أخوه. فعندنا معطوف عليه وأيضا الواو وهي حرف عطف، وكلمة أخوه اسم معطوف. نلاحظ هنا أن الواو أفادت أو لها معنى، وهو أن الطالب وأخوه وأخاه اشتركا في الحكم، كلاهما لعب في الحديقة. ولكن ما يميز الواو كحرف عطف عن الفاء أو عن ثم أو حتى أنه لا يحدد من
كيف كانت طريقة اللعب؟ هل بدأ مثلا الطالب أو الأخ مثلا؟ ولكن عندما نقول الواو نقول أن الاشتراك هنا تفيد المشاركة، فالواو هنا فادت المشاركة المطلقة بدون تقييد، يعني بدون ترتيب، عكس عندما أقول مثلا عندما أقول في الفاء مثلا في حرف الفاء أقول مثلا لعب الطالب فاء أخوه، هنا الفاء أفادت معنى غير الواو. نفهم عندما نقول لعب الطالب فأخاه أن الذي بدأ باللعب هو الطالب ثم فأخاه، فهنا الفاء أفادت الترتيب، أفادت الترتيب، أقول دخل الطلاب فالمعلم، أي أن الطلاب دخلوا في الأول ثم تبعهم المعلم، ولكن الترتيب هنا جاء بسرعة، فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب، أي أن الاسم المعطوف جاء أو أخذ حكم المعطوف عليه مباشرة. فأقول مثلا ولعلنا نأخذ مثال أوضح، نقول جاء محمد فأحمد، هنا تجد أن أحمد جاء بعد محمد مباشرة، فادت الفاء هنا الترتيب والتعقيب، أي أنه جاء في عقبه، والعقب هو مؤخرة القدم، أي أنه جاء خلفه مباشرة. فالواو قلنا أنها تفيد المشاركة المطلقة، أما الفاء فتفيد المشاركة أيضا ولكن تفيد الترتيب والتعقيب، أي أنه جاء في عقبه مباشرة. كذلك لدينا الحرف ثم، عندما أقول مثلا عندما أقول هنا نقول دخل محمد فأحمد، فأحمد نقول هنا أن الفاء أفادت هنا المشاركة المطلقة التي هي الواو، أما الفاء فأفادت الترتيب والتعقيب. أيضا لدينا حرف العطف ثم، يعني هو بمعنى الفاء يفيد الترتيب، فأقول حضرت المعلمة ثم الطالبات، تجد هنا أن ثم أيضا أفادت ربطت المعلمة بالطالبات، ولكن واشتركا في الحكم وهو الحضور، واشتركوا أيضا في الإعراب الضم، فهنا الإعراب الرفع المعلمة اسم فاعل، عفوا فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، ثم حرف عطف مبني، الطالبات اسم معطوف مرفوع وعلامة رفع الضمة وعلامة رفعه الضمة، فهم اشتركوا في الحكم وفي الإعراب أو في الحالة الإعرابية. هنا ثم ماذا أفادت؟ لو قلت حضرت المعلمة فالطالبات فالحضور جاء يعني مباشرة أو في عقب بعض، ولكن عندما أقول حضرت المعلمة ثم الطالبات هنا الترتيب ولكن والتراخي، أي أن هناك مدة زمنية بين دخول المعلمة ثم دخول الطالبات، فهناك فترة. فإذا أهم شيء يا شباب الآن نعرف أن 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 حروف العطف هي الواو والفاء وثم، وأيضا عندنا أو سنأخذ حروف العطف، أقول
مثلا نقول خذ قلما أزرقا أو أسودا مثلا. هنا أو أيضا هي حرف عطف، في يعني حرف عطف، وأزرقا اسم معطوف عليه، وأسود اسم معطوف، فهذا حرف عطف، وأزرقا اسم معطوف عليه، معطوف عليه، وأسودا معطوف. الآن نريد أن نعرف ماذا تعني كحرف أو، ماذا أفاد في الواو؟ أفادت المشاركة بدون تقييد أو بدون يعني مشاركة مطلقة بدون تحديد من الأول في اللعب، فقط تفيد أنهم تشاركوا جميعا في وقت واحد. أما دخل محمد فأحمد فالفاء هنا أفادت الترتيب والتعقيب، ثم أفادت أيضا الترتيب ولكن التراخي كالحبل الذي نرخيه، أي تكون هناك مدة زمنية فاصلة. عندما أقول خذ قلما أزرقا أو أسودا، أنا هنا استخدمت حرف العطف أو، أفاد ماذا؟ أفاد التخيير، يعني أنت اختر قلم أسود أو قلم أزرق. أيضا تفيد التخيير، وقد تفيد أيضا والشك عندما أقول تفيد التخيير بشكل أكبر من الشك، ولكن بشكل أكبر هي تفيد التخيير، ولكن قد أيضا تفيد معاني أخرى، لكن أشهرها التخيير. عندنا كذلك حرف العطف وتفيد انتهاء الغاية، أقول، وهي استخدامها كما قلنا قليل، وحتى لها استخدامات كثيرة، ولكن من شرط أن تكون اسم حرف عطف أن تدخل على الاسم لا على الفعل كذلك، وهي تفيد انتهاء الغاية. فأقول مثلا أكلت مثلا التفاحة حتى قشورها. فهنا فالتفاحة وقشور، هنا أفادت حتى وهي حرف عطف، وهنا اسم معطوف عليه وهذا معطوف اللي قشورها، أفادت ماذا؟ أفادت أنني أكلت التفاحة حتى أيضا قشرة التفاحة أكلتها معها، فهنا تجد أنها اشتركت في الحكم، التفاحة أكلت وكذلك كلمة قشورها. كذلك أيضا النصب، فالتفاحة اسم هنا إعرابها مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، كذلك كلمة قشور هي اسم معطوف منصوب علامة نصبه الفتحة. فهذه أشهر حروف العطف ومعانيها كما قلنا. إذن نستعيد ما أخذنا، قلنا أن الوظيفة النحوية عندنا هي العطف، وأن العطف اسم تابع لما بعده بأحد حروف العطف، ويشترك في الحكم وفي الإعراب، وأن أشهر حروف العطف هي ثم والواو والفاء وأو ولا وحتى، هذه هي أشهر حروف العطف. وأيضا عرفنا معاني حروف العطف. بقي يا شباب أن نعرف أن كما يعطف الاسم خالد اسم، يعطف على محمد اسم، كذلك يعطف الفعل على الفعل. فمثلا قد أعطف فعل على فعل أو جملة على جملة، فأقول دخلت المنزل ثم سألت عن وقت الغداء مثلا. فهنا ثم
عطفت دخلت المنزل وهي جملة على ثم سألت، فهنا عطفنا جملة على جملة. كذلك قد أعطف فعل على فعل فأقول درس وحفظ الطالب دروسه، فهنا درس فعل ماضي مبني وكذلك وحفظ فعل ماضي مبني، فعطفنا الفعل على الفعل. فأيضا كما يعطف الاسم على الاسم كذلك تعطف الجملة على الجملة، ويعطف أيضا الفعل على الفعل. بقي أمر مهم يا شباب، وأيضا يعني كلام موجه للطلاب وللطالبات عموما، نقول أن لابد إذا أردت أن تحدد في أي سؤال يوجه لك، دائما سيسأل أين حرف العطف وأين الاسم المعطوف وما الحكم الإعرابي. فسنأخذ يعني سنأخذ مثالا مجموعة من الجمل ثم نحدد حرف العطف وأيضا إعراب المعطوف الاسم المعطوف. فسنأخذ مثلا الجملة ونحدد حرف العطف وأيضا نحدد الاسم المعطوف وإعرابه. قد يكون هذا السؤال هو دائما السؤال الذي يطرح بكثرة ويحقق الهدف من هذا الدرس. فعندما أستطيع أن أحدد حرف العطف في أي جملة وأحدد الاسم المعطوف ثم أعرب الاسم المعطوف، بهذا أكون أنا حققت الهدف من هذا الدرس. سنأخذ مجموعة من الأمثلة وهي موجودة في مثلا في كتاب الطالب، وسنستعين بها قليلا. في صفحة تقريبا في صفحة 166 كتاب الطالب في مقرر لغتي الخالد للصف الثالث المتوسط، في هناك تدريب جميل جدا، وأيضا اللي مكتوب ثانيا اللي أعين أحرف العطف في الأمثلة التالية، وأيضا وأبين معنى كل منها، وأيضا هناك تدريب آخر أيضا أعرف ما تحته خط، أيضا هذا تدريب جيد ويحقق الهدف من الدرس. سنحاول أن نأخذ تدريب أو تدريبين فقط كي نستطيع أن نجيب على الأسئلة. فمثلا هناك تدريبات، هناك أمثلة، يقول هيهات ثم هيهات أن أعود إلى النفق المظلم، هيهات ثم هيهات وأيضا الجملة كاملة. أيضا بدأ محمد الطريق المظلم بممارسة أعمال غير صحيحة مثل الكذب والافتراء على إخوانه. فعندنا مثلا الكذب والافتراء هو طلب مني في هذا السؤال أن أبين في الجملة حرف العطف، فهيهات ثم هيهات الوقوع في السموم القاتلة مثلا، أين حرف العطف ثم؟ أيضا نسأل في الكذب والافتراء أين حرف العطف؟ الواو. ثم نحدد المعنى،
كما قلنا. فثم تفيد الترتيب والتراخي، والواو تفيد المشاركة المطلقة. ختاما أسأل الله الكريم أن يوفقكم لكل خير، وأن يعيننا إن شاء الله على أن نستكمل بقية الدروس، وأن نحقق أهداف الوحدة كاملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.